إلى أين تتجه الأوضاع أمنياً في لبنان بعد تكثيف إسرائيل ضرباتها وصولاً إلى قلب الضاحية؟ وتعهد السيد حسن نصر الله بالرد. هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد وعقاب. وهل نشهد اشتباكاً إقليمياً بدءاً من البحر الأحمر؟ هل تنجح المساعي في تحريك الملف الرئاسي انطلاقاً من نجاح التمديد لقائد الجيش؟ التفاهم على الحل وإعطاء ضمانات بالحل والالتزامات بالمطلوب بالمرحلة اللي جاية بالعهد المقبل ويلتزموا الكتل فيها يسهل الاتفاق على الاسم. أي مصير للطعن بالتمديد؟ وهل سقطت الثقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله؟ فينا نضل مكملين الزور وفينا نوقف نبلش نرجع نطلع. هل ينجح مجلس النواب بإقرار الموازنة تفادياً لإقرارها بمرسوم؟ وأي رؤية مطلوبة للإنقاذ؟ مسؤوليتنا كمجلس نواب لنكون نافعين لشيء، غير نضلنا قاعدين ناطرين. عضو تكتل لبنان القوي النائب ألا عون ضيف حوار المرحلة مع رولا حداد الأربعاء 9:30 مساءً مباشرة على الـ LBCI.